عقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعا خاصا لاستعراض الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل غياب إسرائيلي متعمد عن الاجتماع الذي شهده جميع ممثلي الدول لدى الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الدولية. وخاطب الاجتماع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤكدا في كلمته أن السلام والاستقرار لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين. نؤكد أن السلام والأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية وليس من خلال استخدام القوة الغاشمة والاستيطان الاستعماري والعقوبات الجماعية وهدم المنازل والإعدامات الميدانية وإنكار الآخر وامتهان كرامة أبناء شعبنا وبث سموم الكراهية والحقد تجاهه. من جانبه اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتفق مع روح المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وطالب المفوض السامي إسرائيل بوقف العدائيات والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني واحترام القوانين والمواثيق الدولية. The violence between Palestinians and the Israelis will draw us ever closer to a catastrophe if not stopped immediately. The latest wave of violence has resulted in 58 Palestinian deaths and 2,100 wounded. تضافر الجهود الدبلوماسية للمجموعات العربية في مجلس حقوق الإنسان ساهم بشكل كبير في إنجاح هذا الاجتماع الخاص الذي كان منبرا دوليا استعرض من خلاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجريات الأوضاع في الأراضي العربية الفلسطينية وكشف النقاب عن الانتهاكات والمؤامرات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. لابد أن يشار فيه إلى أنه جهد عربي خالص وفي إطار الحرص العربي لدعم القضية الفلسطينية وفي إطار التحركات التي أوصى بها المجلس الوزاري للجامعة العربية في اجتماعاته المتكررة تم التنسيق لاستضافة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس أبو مازن للاستماع لجلسة استماع في مجلس حقوق الإنسان، وهي الحقيقة تجربة يعني تتم للمرة الثانية. إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا للشرعية الدولية، هذا ما ركز عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.